سلمى، هلا وصلنا لفقرتنا الطبية لليوم. سلمى رح نحكي عن موضوع يمكن كثير مهم بهم كل الصبايا والسيدات، المسبب الأساسي لتقلب المزاج عند السيدات، ما يلحقه من تعب، بتحسي نوعا ما في عصبية بشكل مستمر، ممكن مشاكل صحية أخرى مثل تساقط الشعر. مسبباته غالبا بتكون فينا نقول خلل هرموني أو عدم ضبط الهرمون عند السيدة. أكيد نور، ولما بنحكي عن هذا الموضوع فلازم نتعرف أكثر على أنواع الخلل الهرموني اللي ممكن يصيب السيدة أو الفتاة، شو المراحل العمرية، أسبابه وطريقة التعامل معه وعلاجه. كل هاي التفاصيل لح يكون معنا حاضر طبعا اليوم ويعطينا المعلومة الأكيدة الدكتور بسام لفلوف، وهو اختصاصي طبعا نسائية، رح نتعرف أكثر منه على كل الموضوع. يسعد صباحك دكتور، أهلا وسهلا. صباحكم صباح الخير، يعطيكم العافية. يسعد صباحك دكتور. صباح. بالبداية خلينا نعرف أو نحكي شو يعني عدم توازن الهرمونات عند المرأة. تمام، هلأ بدنا نحكي عن جانبين، الجانب الطبيعي لهالحالة هاي والجانب المرض. الجانب الطبيعي يعني عند السيدات دائما في تبدلات هرمونية تبدأ من أول ما بتخلق لنهاية حياتها. يعني في مرحلة هرمونية موجودة قبل البلوغ، في تبدلات بالهرمونات تحدث بالبلوغ، وفي تبدلات تحدث بعد سن الضهر. هاي التبدلات هي تبدلات طبيعية. اللي بيهمنا ننتبه لهون الناحية انه بفترة البلوغ بيكون مستوى الهرمونات عند الأنثى بكميته الكبرى. الهدف من هذا الحد العالي من الهرمونات هو الوظيفة الإنجابية. يعني الهرمونات بهي المرحلة بتكتر كتير عند الأنثى لتساعدها في الإنجاب. ما القضية تتعلق بطبيعة حياتها، لأنه هي حياتها بالحد الطبيعي من الهرمونات عم تعيشها قبل البلوغ وبالبلوغ وبعد البلوغ. لكن الحالة العالي من الهرمونات اللي بتحدث مع الدورة الطمسية هي هدف الوظيفة الإنجابية. بنفس الشهر المرأة بتتعرض لعدة تبدلات هرمونية. في سيدات هي التبدلات ما بيلحظوها، في عيشوا حياتهم طبيعي. في سيدات يتأثروا بهالتبدل الهرموني، يعني مستوى هرمون مثلا الأستروجين اللي بيكون كتير مرتفع بالطور أول للطمس بيسبب لها احتقان بالثدي مثلا، بيسبب لها شوية أرق، تبدل بالمزاج، انخفاض هذا المستوى وقت ما بيصير في حمل، ارتفاع مستوى البروجسترون. هي التبدلات اللي بتحدث في سيدات بتلحظها بالشهر، فبتقلك أنا اليوم مثلا تعباني، أنا اليوم صدري محجر كثير عم يوجعني، أنا اليوم ما جاء عبالي روح الشغل، أنا ماني قدراني نام. هي تبدلات بتصير، هي تبدلات طبيعية. فمنيجي للحالة هي بنسميها الحالة الطبيعية عند الأنثى اللي موجودة فيها هالتبدلات الهرمونية. أما التبدلات المرضية بالهرمونات، ونحن هون الموضوع شوي معقد، الهرمونات كتير حساسة، هي بتنجم عن حالة مرضية. يعني مثلا المبيض متعدد الكيسات حالة بتعمل خلل هرموني، قصور المبيض الأولي إنه البنت من الأساس ما صار عندها تطور بالمبيض وهذا ضعيف، يعني بيكون عمرها 20 سنة مبيضة مثل سيدة عمرها 60 سنة، اسمه قصور مبيض أولي، من الأساس ما اشتغل. قصور المبيض المبكر يلي بتقطع الدورة وهي عمرها 30 سنة مثلا، أورام المبيض، كيسات المبيض البسيطة، داء السكري مثلا، الأمراض الغدة الدرقية، كل هاي أمراض تؤدي لحدوث خلل هرموني. هذا الخلل بيعمل أعراض عند السيدة، لذلك بتلاقيها مثلا عندها مثلا البداني، تساقط الشعر، الميل لاضطرابات النوم، تبدلات بضربات القلب، مثلا أرق، تبدل المزاج، ضعف الرغبة الجنسية. في كتير قضايا بتصيب المرأة بهي الحالات المرضية
يلي بنشوفها، هذا اللي بنسميه احنا خلل هرموني. نعم. طيب دكتور، هلا بعد ما شرحنا يعني بهيك ببساطه شو هي اسباب خلل الهرمونات عند السيدات او الصبايا، خلينا نحكي اللي بيكون مثلا عنده تبدل هرموني اللي هو الشهري الطبيعي العادي، هل لازم كمان يكون في الى تروح تحاول تضبط هذا الخلل، ولا لا هذا خلل طبيعي فقط اللي بيكون مرضي هو اللي لازم نشتغل عليه؟ تمام. هلا السيدات اللي بالوضع الطبيعي الاثر الهرموني عندهم كثير مزعج، لا مفضل نعالجهم. يعني اذا بتيجي بنت مثلا هي كثير بالطمس، حالتها النفسيه كثير صعبه، في بنات بيسموها المتلازمه الطمسيه، بالطمس بيصير عندها الام شديده، بيصير عندهم ميل للانتحار، في عندهم بيصير عندهم كآبه، بيصير طب هي الحالات لا يفضل انه نعالجها بان نعطي هرمونات بمستوى نحن منقوده، يعني تاخذوا عن طريق الفم خارجيا لنقدر نحن نمنع عندها زيادات بمستويات معينه من الهرمونات عم تعمل لها التبدلات هي. لكن انا طبعا اللي بفضله انه البنت تتاقلم مع حالتها، انه هي حالتها طبيعيه، طمسها منتظم، امورها طبيعيه، ما عندها مشاكل، فهي التبدلات اللي بتصيبها من وجع ثدي، من ارق، من تبدلات مزاج، لا تتعامل معها بدون علاج، لكن اذا اضطرينا طبعا العلاج ضروري. طيب دكتور، خلينا نحكي عن طرق العلاج لانتظام فينا نقول او ضبط الهرمونات عند السيدات، لانه بالاونه الاخيره عم نشوف يمكن كثير من الصبايا والسيدات عندهم هي مشكله اساسيه، وشو السبب الرئيسي فينا نقول؟ تغير يمكن نظام الحياه اختلفت، او يمكن كثير من العوامل البيئيه او النفسيه بتلعب دور كمان؟ هلا ما في شيء مثبت تماما كدراسات للكلام اللي تفضلت فيه، رغم انه انا كطبيب بعد هالفتره الطويله من العمل انا باكد كلامك انه في تبدلات بيئيه، تبدلات بالعادات، تبدلات بالاكل كثير حدثت لجيل البنات الصغار، فهلا اني بحالي تختلف عن بنات مثلا الخمسينات اللي كانوا بجيل سابق اللي نظم حياتهم تختلف عن هلا. لكن اللي انا هون بحب شر له انه دائما الخلل الهرموني الناجم عن آف يجب ان يعالج، يعني ضروري ان يعالج، يعني اللي عنده مبيض متعدد الكيسات لازم تعالج حالها، اللي عنده مثلا مشاكل مبيض لازم تعالج حالها. بس نحن احيانا هون بنستعجل على البنت، يعني انا بيجوني صبايا مثلا اعمارهم 14 او 15 سنه، هدول ببدايه بلوغهم، عندهم شعر شوي هون مثلا، او شعر هون شوي، او شعر ببطنه، وهي وضعها الى حد ما طبيعي، فبيستعجلوا بنزع الشعر. هلا متى ما نزعنا الشعر نحن خلاص ثبتناه، يعني قويناه، بالعكس ما شلنا، هدول بيعلقوا بمشاكل شعراني احيانا بتعذبهم، هي ناجمه عن خلل هرموني. انا بنصح كل البنات قبل 18 سنه لا يتدخلوا بحالهم، يعني لو شافت شعر بوشها تنتظر على حالها. بعد 18 بيصير سواء عادة هرموني بنسميه تمام البلوغ، فبتمام البلوغ البنت بتتغير، حتى شعر بجسمها بيهر، يعني ياما وياما بنات صبروا في شعر بصدرهم ببطنهم بوشهم شوي، راحوا مع الزمن لحالهم بحالة تمام البلوغ. أما الاستعجال كتير عم نشوف يعني بنات انأذوا، وصعب بقى لا أجهزة الليزر عم تسيطر ولا النزع المستيني، يعني علقوا بمشكلة ما بيخلصوا. فدائما طبعا يعني الخلل الهرموني يفترض علاجه، وعلاجاته هي هرمونات، يعني اللي عنده قصور غده بنعطيها مثلا هرمون معيد التروكسين، داء السكري ومشاكله مثلا نعطيه، كلها علاجات الامراض هي هرمونات موجوده متوفره وتعالج فيها السيده بامان يعني. نعم. وكمان لازم ننوه على اهمال ايضا العلاج، يعني في مثلا سيدات او صبايا بيكون عندهم مشاكل هرمونيه ببلشوا يشتغلوا صح مع الطبيب بعدين بيملوا، فهي الفترات بس هيك ولو سريعا قد ايه فتره العلاج لازم تكون؟ تمام. هلا هون كمان في نقاط بدنا ننتبه لها، وهذا كثير مهم السؤال وكثير حلو. العلاجات الهرمونيه دائما علاجات طويله الامد، والملل فيها سيء جدا، يعني ما بيصير البنت تقول انا مليت او تعبت. في علاجات طيله الحياه، يعني المريضه اللي عندها قصور درق بدها تاخذ الدواء كل عمرها، يعني ما بيصير تقول مليت. البنت اللي عندها خلل مثلا هرموني وبدنا نعالجها ممكن ناخذ علاج سنتين او ثلاثه او خمسه، هني بيفكروا مثلا شهر والثاني لازم تنتهي القصه، فبيملوا بيستعجلوا. لا، دائما العلاجات الهرمونيه علاجات طويله الامد
ويجب الالتزام فيها والانضباط، وأي تقصير بيؤدي نتائج سلبية بهالموضوع. أكيد. بالختام بدنا نتشكرك الدكتور بسام لفلوف، أخصائي أمراض نسائية، على وجودك معنا، ودائما النصيحة الطبية الصحيحة معك بتكون. شكرا كثير لك. كلك ذوق. شكرا لكم، يعطيكم العافية. شكرا.